عليكم استاذ باسل. سلام ورحمه الله. نهائي بطوله العلاف الثانيه التركي امام تركيا امام الصرح، من توقعك للنهائي؟ والله شوف التوقع صراحه صعب لانه الفريقين كويسين، بالذات الصرح يعني بدا ايش ياخذ على جو الملعب، بالذات كان يلعب 11-11 الحين اخذ على الاجواء هذه، لكن الفريق التركي ماخذ على الملعب وفارش ومرتاح، اتوقع هو يفوز. تتوقع؟ اتمنى الصرح. تتمنى الصرح؟ لماذا تتمنى الصرح؟ نعم. ليش تتمنى الصرح؟ الصرح اخواني العب معاهم اتمرن معاهم، الاستاذ سعيد مدربهم اخوي الكبير يعتبر. طيب وين رايح باسم؟ ابغى اشوف. طيب باسم كلمه بس، سؤال اخير، النتيجه الان 1-1. طيب سؤال اخير بس، ايش رايك في الرعاه في الداعمين في هذه البطوله؟ ما حد سامع صراحه فوق عالي، يعني بطولة مرتبة منظمة بطريقة جدا ممتازة وفيها رعاة، يعني ما كنا نتوقع انهم يدعمون بدال سخاء والكرم، يعني اكرموا الناس، اكرموا الضيوف، اكرموا الجماهير، ارتاحوا. شوف الجمهور ما شاء الله كيف كله جاي عشان الرعاة وعشان الدعم، في جوالات، في هذا، في هدايا حلوة قيمة. طيب شكرا لك وان شاء الله تكسب الجوال. شكرا لكم.